عسلامة، الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من الكور نتاع الجافا سكريبت. اليوم باش نحكيو على جيزون. دونك رابيل صغرون، باش حكينا المرة اللي فاتت قلنا فما حاجة اسمها أجاكس، تنحكيو عليها في الفيديو الجايين. خليوها هذا كي البلاك بوكس هكا، ما تعرفوش فاش قاعد تعمل بالضبط. مي لوتيليتي نتاعها انه اول مرة باش نجيب السيت الكل، باش نجيب الاتش تي ام ال والسي اس اس وكل شيء، لكن كيف نعمل ديزابيل اخرين فماش علاش نعاود ريلودي في الدنيا الكل اللي هي ديجا موجودة. 99% من السيت هو بيدو، دونك ما نجيب كان داتا اللي باش تبدل. ولهنا حكينا على فورما اسمها جيزون، وحكينا زاد على فورما اسمها اكس ام ال اللي ترجع لي من السيرفر وفيها الداتا نتاعي. دونك في الفيديو هذا باش نحكي على جيزون. دونك جيزون تو سامبلومون هو جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، هذا من جهه التسميه نتاعو. كيف نقولوا جافا سكريبت اوبجكت؟ هل انه جيزون هو اوبجي نتاع جافا سكريبت؟ لا، لهنا الكونفيزيون لازمها ما تدخلش بعضها عندكم انتم. دونك جيزون ماهوش جافا سكريبت اوبجكت. اجا نفهموا ماله هو شنو وشنو الفرق ما بيناتهم. دونك تعدل البراتيك تو سامبلومون، صنعت اوبجي اللي هو قدامكم هذايا باش نهزو ونمشي سوغ انترنت. فما دي سيت برشا، دي سيت اللي قالك نكونفرتي لك من جافا سكريبت لجيزون. دونك باش نحط لهنا الاوبجي نتاعي. دونك كيما تشوفوا في فيرست نيم لاست نيم ايج، كيما تشوفوا لهنا السنتاكس كيفاش مكتوبه بالضبط. اجا نقارنوا تو فيزوالمون مع الجافا سكريبت مع الجيزون، شنو الفرق؟ اول فرق تشوفوا لي فيرست نيم لهنا مسيبه وحدها، بار كونتر في الجيزون دورناها بدو كوت. هذه الفرق الاولاني. شوفوا اللي رؤوف وغريسي ويوتيوب وكودينغ بالتونسي هما دي شين دو كاركتير في الحالتين، لكن في الاوبجي ينجموا يكونوا بكوت واحده ولا دو كوت. بار كونتر في جيزون ما ينجموا يكونوا كان بدو كوت، كيما تشوفوا لهنا واحد وواحد عملوا لهم دو كوت. دونك هذايا بوان دو فيو سانتاكس. اجا نراو توا شنو هي الفرق بين لي دو تيب نتاع الاوبجي هذوما، ونشوفوا زادا كيفاش نجموا نعملوا الكونفرسيون اللي عملتها توا سور انترنت نجم نعملها في الكود نتاعي. اوكي بي، دونك توا باش نمشي نرجع فين نرجع. دونك نرجع للسوبليم تكست باش نافيشي كونسول، باش نافيشي ال اللي هو لوبجي نتاعي، نشوف التايب نتاعو. دونك تو سامبلومون باش نشوفو لهنا اللي ال هذاك التيب نتاعو. دونك هذا لوبجي نتاعي كيما العاده شفناها قبل الحكايه هذيا، والتيب نتاعو اوبجي. توا نحب نكونفرتي لجيزون، لهنا لازمكم تعرفوا اللي جيزون راهو سترينغ شين دو كاركتير. دونك تو سامبلومون نجم نجي نعمل var b ايجالا في السنتاكس اللي تستعملوها. دونك جيزون بوان سترينغيفاي ايزلي، سترينغ هو الشين دو كاركتير، سترينغيفاي هي لوبيراسيون اللي بتطرد سترينغ. اوكي دونك شرد ال b نتاعي شرد ال a نتاعي جيزون، دونك ردوا شين دو كاركتير. ولهنا جوست باش نردو نافيشي البي نتاعي. اوكي دونك نرجع لهنا تاو نروح نرلودي الباج. عندي بريك بوينت نحيها، ولهنا كيما باش تشوفوا اللي البي نتاعي ولا شين دو كاركتير، والتيب نتاعو سترينغ. دونك جوست باش نهز هذايا تاو، باش نهز هذه الكل باش نوريكم لوبيراسيون العكس. دونك تنجم تجي للسيت ويب هذايا سي بون هكا قدامك، وتجي لهنا تعمل كونفرت جيزون تو جي اس العكس. اوكي دونك كي نحط لهنا لوبجي نتاعي باش نلقاو اللي نحى لي دو كود قدام الكيز هاكا نحاهم بالزوز. ولهنا ما يقلقوش الفاليو اذا شندو كاركتير، سواء يخلي دو كود سواء كود واحده ما يهمش، فايده في السونس الاخر لازم جيزون يكونوا فيه دو كود. الجافا سكريبت اوبجيكت ما يقلقش في كعبه بركه ولا زوز. اوكي باهي دونك اجا نعملوا العكس تو في الكود نتاعنا ونشوفوا كيفاش نجمو نرجعوا في السونس الاخر. دونك تو انا عندي البي ما هي ولات فيها السترينغ تاعي، نحب نرجع في السونس. طب باش نعمل var c ايجال، ولهنا باش نحكيو على لوبيراسيون العكس نتاع سترينغيفاي اللي هي تتسمى بارس. دونك باش نبارسي البي نتاعي ونقول له console.log c و console.log type of c. اوكي كيف كيف لو نجم نعملها مانيوالمون، نجم نجي لهنا نعمل var d ايجال ونحط الجيزون اللي نقلته وانا توا من الويب. اوكي كيف كيف دونك هات نزيدكم اوبيراسيون، نجم نلوغي لكم زاده نجم نعمل var e نبارسي فيها d نحط e لهنا ونفيشي لكم ال e. اوكي باش نقطعوا الشكل دونك نسجل نرجع لهنا على روحي شارجي ونشوفو ديفيرونس. دونك نجمو ديجا نديبوغي كان تحبو تشوفو الديبوغينغ. دونك نعمل ديس، دونك تلقاو اللي دي
هاي الكونتنت نتاعها. اوكي دونك سي باش يولي فيه، سي باش يولي فيه لوبجيكت. تريد كيفاش؟ دونك البارس ردت لي لوبجي. كيف كيف بالنسبه لل او، دونك الدي هاكا مازال سترينغ على روحو، الاو فارغه. اون فوا عملت البارس ولات لي اوبجي. دونك تو سامبلومون نجمو لهنا اون فيزواليز اللي عملناه الكل. دونك هذا الاوبجي الاولاني اللي هو ا، هذا البي اللي حولناه بسترينغ فاي، هذا السي اللي رجعنا من البي، وهذايا الاو اللي رجعنا من الدي. دونك قاعدين نلعبو ما بين اوبجي وما بين سترينغ. اوكي بي توا اجي نرجع شويه نحكيو تيوري. دونك جيزون هو ريبريزونتاسيون سامبل على الاخر باش تريبريزونتي داتا، باش تحط داتا وتريبريزونتيها كوم تكست. اش معناها؟ معناها انا مثلا في الباز دوني نتاعي عندي التابلو هذا، التابلو هذا في برشا دي كولون وفي برشا دي فالور. دونك التابلو هذا نحب ريبريزونتي داتا اللي في وسطه بطريقه سامبل كتكست، نمشي نستعمل جيزون. دونك التابلو هذاك ليكيفالون تاعو هو جيزون هذا. دونك عندك بيج نمبر 1، بيج سايز 10، total pages pages 1، total records 4، data هي array of كذا وكذا وكذا. الحاجه الثانيه علاش جيزون انتريسون معناها بالحق، خاطرو easy for humans to read and write. انا تو كتبت جيزون في الجافا سكريبت سهل. دونك نحل لي دو اكولاد، first name رؤوف، last name غريسي، age 24. كي تجي تكتب XML، انا واحد ماشي قلقني على الاخر XML. اكثر حاجه تنجم توتر لي عصابي انه يجيني XML من عندك اليوم باش نقراه ولا باش نديبوغيه بارابور لي جيزون. دونك اغزر معناها حتى تقراهم هذايا اللي زيبل على الاخر. هذايا فيرست نيم رؤوف، يسكر التاج، يحل التاج، عنده روت، عنده XML فيرجن، وبلا بلا 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 بلا. اوكي باهي. دونك هذاك علاش تلقى جيزون مستعمل اكثر بياس. هما دي بينيفيس اخرين، مي لهنا انا نحكي على كيفاش هو الهيومنز ينجموا يقراوه ويكتبوه فاسيلمون. البوان الثالث توا اللي هو الويت نتاعو. دونك كي تحط فما سيت في الانترنت اكتب اكتب جيزون سايز انالايزر. على فكره تعرف اللي عملته هذايا جيزون تو اكس ام ال، تلقاو سيت في الانترنت اكتب في جوجل جيزون تو اكس ام ال، تيخرج لك حط له جيزون تاعك يكونفرتي لك الاكس ام ال على روحه. اوكي كيف كيف فما سيت اسمه جيزون سايز انالايزر، تحط له جيزون يقول لك قداش السايز نتاعو. دونك انتريسون على الاخر اني جيزون كبيره كيكه في برشا داتا نبعثه من السيرفيس للويب في 1.97 كيلو بايت، اللي هي شويه على الاخر. معناها كانت تكستراكتي الداتا من الاس كيو ال سيرفر وتحطها في فيشي بوان تكست تجيك 1.3 اكثر، بيجيك 13 كيلو بايت ولا حاجه هكاك. اوكي دونك تاو بالنسبه للعباد نتاع رش البايت والبيت، راهو الجران بي هي البايت والبوتي بي هي البيت، والان بايت هو 8 بيت. اوكي ما نعرفش كان تعرفوهم ولا لا، مي واش بين نعمل لكم حتى نحل لكم حتى ريزوليزون باش تمشيو تجوجليهم وتعرفوا عليهم اكثر. فهمت باه. توا جيزون اسمه جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. في كلمه جافا سكريبت، هل هذا يعني انه ما نستعمل جيزون كان في جافا سكريبت؟ لا، على خاطر جيزون انديبوندون وتنجم تانتجريه في معظم لي لونغاج دو بروغراماسيون. دونك كي تخدم بايثون تنجم تعمل امبورت جيزون، تكتب في جوجل هاو تو يوز جيزون ان بايثون تيخرج لك 50 ارتيكل. كيف كيف جافا بالنسبه للسي شارب اللي انا نخدم به ودوت نت، حاب نعمل لكم اكزامبل صغرون كيفاش تنجم تمانيبيليهم. كان ماكش تخدم سي شارب ما فهمش علاش تتفرج، مي كان انك تحب تفهم كيفاش جيزون يخدم في سي شارب اجي نعمل لكم كلكو مانيبيولاسيون صغار مش باش ندير لكم برشا وقت. دونك لهنا عندي اي بي جيت في وسطها وعملت كود جوست باش نتستي بيه. معنا تيستينغ جيزون ما عنده حتى ما عندوش كونتكست راهو لهنا. دونك اند تيستينغ جيزون باهي. دونك اول حاجه اللي في دوت نت فما لايبرري نجم تستعملها اللي هي جيزون دوت نت. اوكي دونك جي من هنا من فوق تعمل يوزينغ نيو تنسفت دوت جيزون، ومن بعد باش نعمل اوبيريسيون صغيرون على الاخر. دونك صنعت سترينغ في فيرست نيم رؤوف، لاست نيم غريسي. دونك هذا سترينغ. من بعد عيطت للايكيفالون نتاع البارس باش نكونفيرتي من جيزون هذا الديكسيونير. دونك كان تعرفش معنى ديكسيونير تلقى فيديو في الديسكريبسيون تفسرش معناها ديكسيونير في لي لونغاج دو بروغراماسيون اسونسيلمون بي سي بلس بلس عملتها وقت الفيديو. دونك لهنا كونفرتيت هذايا الديكسيونير. ديكسيونير ما تعرفوا فيه كي وفاليو. دونك باش نحط لي دو زيليمون، الاولاني الكي نتاعو فيرست نيم والفاليو نتاعو رؤوف، الثاني الكي نتاعو لاست نيم والثاني غريسي. من بعد فما فونكسيون حاضره تعمل تراي جيت فاليو تفيريفي اسكو تعطيه كي ويتفيريفي اسكو الكي هذاك موجود ولا لا اللي هو لهنا موجود، ويرجع لك الفاليو اللي مقبلته لهنا في النيم.
دونك بيرجعلك ترو ولا فولس. اذا ترو قلت له اذا ترو نحب نبدل النيم، نحب نرد النيم اللي في الديكسيونير احمد مع 10 اوف. اذا فولس ما يعمل حتى شيء. من بعد وريتكم كيفاش تجيك الفولس، اذا تحط له كي ماهوش موجود في الديكسيونير باش يرجع لك فولس. ومن بعد حبيت نرجع نعمل السترينجيفاي، دونك هنا تعمل جيزون كونفرت سيريلايز اوبجكت تعطيه الديكسيونير نتاعك باش نرجع السترينجيفاي، لكن بار كونتر باش تلقاني بدلت الاسم. اوكي دونك يلا ايجي نشوفوها مود ديباجينغ مع بعضنا. دونك ستار ديباجينغ و ما اسهلش من انه واحد يديباجي به. دونك باش نعمل ابي دوغز نرجع لهنا. اوكي دونك ستار ديباجينغ. دونك اول حاجه عندي هذا سترينج كما قلنا فيه نول من الاول، اون فوا نتعدى الستيب اللي من بعده باش يولي فيه شين دو كاركتير هذايا فيرست نيم رؤوف لاست نيم غريسي. اوكي باش نعيط من بعد لل ديسيريلايز اوبجيكت نردو ديكسيونير. دونك باش يولي عندي ديكسيونير جديد فيه دو زيليمون، ليليمون الاولاني الكي نتاعو فيرست نيم والفاليو رؤوف، وليليمون الثاني الكي لاست نيم والفاليو غريسي. اوكي توا باش نجي لهنا نعمل فما فيرست نيم باش نقول له لواج لي فيرست نيم موجوده ككي في ديكسيونير باش يقول لي موجوده، وباش يرجع لي رؤوف اللي هو الفاليو نتاعو، باش يرجع لي لهنا ترو. اوكي دونك ما يترو هي باش نمشي نبدلها باش نرد الفيرست نيم احمد بلاصت رؤوف. دونك نجي للديكسيونير لهنا باش نفيريفي باش نلقاها تبدلت تريتها ولات احمد مع 10 رؤوف. طيب باش نجرب نلوج النيم في الديكسيونير مش موجود، ما عنديش كي نيم، عندي فيرست نيم ولاست نيم، دونك باش يرجع لي فولس هذا هايك. توا باش نرجع من الديكسيونير اللي بدلت له النيم نتاعو رديته احمد بلاصت رؤوف للشين دو كاركتير الانيسيال. دونك كيما تشوفوا الانيسيال فيها فيرست نيم رؤوف، توا كي باش نكرازيها بالموديفيكاسيون جديده اوب ولات احمد سي بون. دونك هذه جوست اوبيراسيون صغيره حبيت نوريكم راه جيزون موجود في لي لونجاج الكل. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم بارتاجوها مع اصحابكم الكل، وكان عندكم اي اسئله حطوهم في الكومنتير. ان شاء الله الفيديو الجاي مش نبدا نحكيو على الاجاكس، ما قعدناش برشا في الجافا سكريبت باش نتعداو الحاجات الاخرين. سو جود لك، وكيما قلت لكم كان عندكم اي سؤال حطوه في الكومنتير وبارتاجوه مع اصحابكم لو ماكس.